قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن معارك ضارية تدور في منطقة دونيتسك في الشرق مع تكثيف روسيا الضغوط قبل الذكرى الأولى لإطلاقها عملياتها العسكرية في بلاده. وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي المصور: الأمور صعبة جدا في منطقة دونيتسك، معارك ضارية، لكن مهما كان الأمر صعبا ومهما كانت الضغوط هناك يجب أن نتحمل، لا بديل أمامنا سوى الدفاع عن أنفسنا والنصر. وقال زيلينسكي إن أطقم الإصلاح تعمل على مدار الساعة لإعادة الكهرباء في ميناء أوديسا مطل على البحر الأسود بعد حريق أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من السكان.